انه الجزائر راه تحررت، تونس راه تحررت، علاش المغرب ما يتحررش؟ المغرب راه ظل لحد الان لا سبته لا مليليا لا الصحراء، عادي اذا كاين شي جزر ولا شي حاجه. الاطر التي ذهبت الى الريف وهي لا تعرف الثقافه الريفيه ولا تعرف اللغه الريفيه اضطهدوا الريفيين. وجد الناس انفسهم يعني تحت سلطه اكثر يعني ظلما من الاسباني انفسهم هنا مثلا بالريف. وقفوا في طريقه الاحزاب وخاصه حزب الاستقلال. حاولت ميليشيات حزب الاستقلال آنذاك مع جهات أخرى وخاصة مدير الأمن الوطني آنذاك محمد الغزاوي اختطفوا الناس. اختطف الناس، اختطف والدي، اختطف يعني النكاية فينا. خطفوا خالي قتلوا كثير من الناس، قتلوا بعض العناصر الوطنية كانت انضمت معانا من حزب الشورى والاستقلال. وعبد الكريم في رسالة أرسلها في سنة 57 إلى البكاي يقول لهم هل أنتم حكومة أم عصابة؟ وأخبره بوجود حوالي 76 مركز اعتقال غير شرعي. فإذا الظروف التي مهدت لأحداث 58 كانت إحدى هذه. فهذاك الشيء تكدس نفسيا عند الإنسان المغربي ورد الفعل في الشمال. ثم دخل في خط مباشر مع قائد الانتفاضة آنذاك اللي هو محمد الحاج سلامة مزيان اللي قاد الانتفاضة ديال 58 و59. مطالب الريفيين في ذلك الوقت مطالب شرعية وبسيطة جدا، كالتمثيل المناسب في المجلس الاستشاري، كالتعليم، كالصحة، كإدخال أطر المنطقة، أطر الشمال إلى دوالب الدولة المغربية التي حرموا منها. عبد الكريم كعادته كان يؤيد كل فكرة، كل حركة ترمي إلى تحرير الإنسان. محمد الخامس فيما بعد وخاصة في سنوات 59-60 أدرك أنه أخطأ في حق هذا الرجل، فعندما زار القاهرة ذهب إليه إلى بيته. حدث قالها محمد الخامس له في بداية اللقاء وهو يرحب به، أهلا بأبي أبي الأبطال. كان في مشروع أنه يرجع المغرب باتفاق كان مع محمد الخامس، كانت العلاقات طيبة معاه، وبعدين والدي بيكلمه في منتهى الصراحة ورده كان متجاوب معاه، وكان طبعا كان في اتفاق ان احنا هنرجع. وبعدين لما سافر بعد شهرين توفى محمد الخامس. للاسف الشديد الحسن الثاني لم يزر ابدا لا لما كان وليا للعهد وكان كثير الزياره لمصر، ولا عندما كان ملكا لم يزر عبد الكريم، وعبد الكريم كذلك لم يزره ابدا في اقامته في مصر. هنا بدأ الخصام الحقيقي، أي انتقاد عبد الكريم للدستور الذي قرره الملك الحسن الثاني. كان ضد الدستور لأنه كان يعتبر أن الدستور ما فيهش كل مواصفات ديال الدستور الديمقراطي. فكان أول رد فعل من الحكومة المغربية هو إيقاف المعاش الذي كان خصصه محمد الخامس لعبد الكريم واخيه. كان بغى يرجع للوطن كيف ما بغاه، كيف ما كان بغاه دائما في حياته. تيقول لك انا ضحيت سنين حياتي كلها، احلى سنين ضيعتهم في المنفى، ولكن خصني نرجع ما نحطش فيها رجلي حتى تكون مستقله تماما عن اي شيء. لانه مؤمن بشيء يريد ان يموت عليه.
وده الزعيم اللي ما بيطلبش غير انه يؤدي واجبه لبلده. المعادي الأصيلة لا يمكن أنك تحولها أو تحتكرها أو تقضي عليها، ثم أن التاريخ له غاياته ولا يدركها إلا العقلاء. أما الذين لا عقل سياسي لهم ولا استراتيجية لهم فإنهم لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الآنية وإلى منافعهم المادية، وللأسف الشديد